إخواني وأخواتي في كل الدنيا، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحييكم وأتمنى لكم وافر الصحة والعافية. أنا عايز حضراتكم دلوقتي وانتوا قاعدين تقولوا ورايا 10 مرات: التهاب عرق النسا هو الانزلاق الغضروفي، التهاب عرق النسا هو الانزلاق الغضروفي، هو التهاب عرق النسا هو الانزلاق الغضروفي، تمام؟ التهاب العصب الوركي هو الانزلاق الغضروفي، تمام؟ ليه؟ لاني انا بعد ما بيجي لي حد اقول له عندك انزلاق في الغضروف والغضروف لامس العصب اللي في رجلك، واقعد اشرح له يقوم ايه يقعد كده يسرح يقول لي يعني انا ما عنديش عرق النسا. الناس فاكره ان عرق النسا ده مرض، مفيش مرض اسمه عرق النسا. لو سمحت، العصب اللي في رجل حضرتك اسمه، هم بيسموه كده بالبلدي، اسمه عرق النسا. ليه؟ ما اعرفش، تمام؟ فالعصب اسمه كده، زي واحد العصب بتاعه اسمه هيثم، العصب بتاعه اسمه عبد العزيز، خلاص هو اسمه كده عرق النسا. عرق النسا مش مرض، خلاص كده. ممكن برضو نقول 10 مرات: عرق النسا مش مرض، عرق النسا مش مرض، عرق النسا مش مرض. فانت دلوقتي مدام العصب اللي في رجليك التهب، العصب اللي انتوا بتسموه عرق النسا او الطب بيسميه خلاص عرق النسا، مدام حصل التهاب يبقى انت عندك في ظهرك غضروف او عندك انزلاق في الفقرات او انزلاق في الغضاريف. خلاص كده متفقين؟ يبقى مفيش واحد هيجي له عرق النسا ده مرض لوحده، لا، ده لازم يجي ويبقى في حاجه في الفقرات القطنيه بتاعت حضرتك، تمام؟ عشان الدكاتره ما تلعبش بيك، لان انت لما بتروح لحد يقول لك عندك انزلاق غضروف، تروح لواحد تاني يقول لك عندك التهاب في عرق النسا، ما هو الغضروف ده هو اللي عمل التهاب في عرق النسا، هو اللي ضيق القناه بتاعت النخاع الشوكي اللي هي عرق النسا، اللي هي قناه العصب. ثلاث حاجات ارجوكم، حاجه واحده، الثلاث حاجات دول: عرق النسا، هو الانزلاق الغضروفي، هو ضيق قناه النخاع الشوكي، تمام؟ في فروق طفيفه مالكوش دعوه بيها كمرضى، بس عشان ما حدش يضحك عليكم وكل دكتور يشخص لك حاجه وانت فاكر ان عندك 3 تشخيصات وهم في الاخر تشخيص واحد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.